خلينا نبتدي بأهم الأحداث اللي معانا. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جميع شحنات القمح اللي بيتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية. كمان امبارح أيضا وزارة الداخلية نظمت بطولتي الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد بوادي الفروسية للشرطة. أما هيئة قناة السويس فقد أكدت أنها استطاعت تحويل أزمة فيروس كورونا إلى منحة، وقدمت حلول مبتكرة وحوافز لكافة الشركات العالمية، وده ساعد في جذب خطوط تجارية جديدة إلى القناة من الساحل الشرقي الأمريكي وغرب أوروبا وغيرها. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تأكيد الحكومة إنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه جميع شحنات القمح اللي بيتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، وده بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية. امبارح نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية بطولتي الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة والتقاط الأوتاد نهائي كأس مصر بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة، واللي بيعد صرح رياضي بيدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية. وفي ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء احتفالية بحضور أعضاء الاتحاد المصري للفروسية وممثلي لجان التحكيم. امبارح قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن هيئة قناة السويس تمكنت من تحويل أزمة فيروس كورونا لمنحة، وقدمت حلول مبتكرة وحوافز للشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وبفضل هذه الجهود الإيجابية تم دفع خطوط تجارية جديدة للقناة من الساحل الشرقي الأمريكي وغرب أوروبا وغيرها.